فيه التحدي يحضر بوجود الأسماء القوية بتواجد هذه الشعارات التي اكتسبت احترام الجميع في عالم يجمع الأصايل في منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا هو الشوط الأول، ينطلق بمشاركة الفلوجة بانطلاقة بلشة وبتشريف شرف وحضور ليالي والزبارة كتارة منصورة وقيادة. إذ ظهرت الأسماء وتواجدت هذه الأصايل في انطلاقات الشوط الأول الرئيسي، شوط خاص بالحيل، وننطلق مباشرة في متابعة هذه الأسماء ومتابعة جديدها في هذا التحدي. مباشرة أجد بلشة تحتل المركز الأول وتتمركز في مركز النفوذ لهجن الشحانية، تعود ملكيتها بينما يضمر بلشة سالم بن فاران المري. المركز الثاني تحضر كتارة وتأتي بتاريخها الكبير في المركز الثاني. إذن كتارة لهجن الشحانية، يتولى عملية تضمير كتارة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث تتقدم فيه الزبارة ليتقدم معها شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، بينما يضمر الزبارة الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري. المركز الرابع تتقدم هنا ليالي بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم اللي يتسلل شعاره تدخل إلى المرتبة الثالثة، يضمرها فيصل بن طالب المري مضمر القرن. أتابع المركز الخامس لأجد هنا منصورة لهجن الشحانية، منصورة ويضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو أول نداء للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بسيطرتي وانطلاقة بلشة. ويا بلشتكم من بلشة في هذا الشوط، أراها بالعين المجردة تحتل للمركز الأول ومصرة على البقاء في هذا المكان، وكما يقولون دائما ونرددها، البقاء للأقوياء. هي قوية لذلك هي باقية في المركز الأول. هذه بلشة أيضا تحتل المركز الأول وتنطلق بشعار هجن الشحانية، بينما يضمرها أحد الفطاحلة سالم بن فاران المري المضمر الذهبي. إذن هنا بلشة على الصدارة، كتارة تأتي ثانية وتعلن ملاحقتها وتواصل ضغطها على الصدارة. كتارة لهجن الشحانية، يتولى عملية تضميرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين. المركز الثالث ليالي، ليالي تحتل المركز الثالث الآن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها فيصل بن طالب بن شفيع المري. بينما المركز الرابع، يا سلام يا منصورة، أرحب بهذا الوصول الكريم. منصورة تحتل المركز الرابع، وانتظروا انطلاقاتها اللي اعتدتم عليها. الآن بدأت تتسلل وبدأت تقترب من المحيط المركز الثالث. تعود ملكية منصورة لهجن الشحانية، ويضمرها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ووصلت أيضا، وصلت أحد الأسماء الكبيرة، أحد الأسماء العملاقة في عالم سباقات الهجن وفي ميادين الركض، عرف هذا الاسم جيدا. فأرحب ويرحب الجميع بانطلاقة الفلوجة، عليها الرقم واحد لأنها رقم واحد. تحتل الفلوجة المركز الخامس لهجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. من يحكم القبض على دائرة النداء؟ الفلوجة في المركز الخامس، وهناك بلشة على المركز الأول. يا سلام بلشة، واعتقد بأنها سلالة مبلش، هي من سلالة مبلش اللي تحتل المركز الأول. بلشة إذا على الصدارة. المركز الثاني كتارة، شوفوا هذه المنافسة اللي رأيناها منذ بداية انطلاقة هذا الشوط ومنذ الثواني الأولى في عمر هذا التحدي. إذا بلشة على الصدارة،
المركز الثاني كتارة ومنصورة أيضا وصلت لتدلو بدلوها في هذا التحدي. منصورة تحتل المركز الثالث وهي على مقربة من ضلع عين هذا المثلث اللي هي كتارة وبلشة. أعتقد بأن المنافسة ستكون قوية في ظل تواجد هذه الأسماء لا سيما وإنها آخر المحطات الاستعدادية للختام المنتظر، الختام الكبير المرتقب على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. ونتقدم لمقامه الكريم بالتهنئة القلبية الصادقة بمناسبة حصول منتخبنا الوطني على المركز الثاني في كأس العالم لكرة اليد. نبقى في أجواء الأصايل. هنا كتارة غيرت كتارة إلى المركز الأول. الله يا كتارة، هذا الاسم القديم والغالي لبلادنا قطر، اسم كتارة، واعتقد بأنه ورد في خرائط بطليموس. هي الآن تحتل المركز الأول وتنطلق كتارة بعراقة الماضي وبطموح المستقبل. كتارة ومنصورة الثنتين في نفس المكان وفي نفس الموقع، تقريبا في موقع واحد. كتارة ومنصورة لهجن الشحانية تعود ملكيتهن، بينما يضمرهن سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين. 4 كيلومترات قطعناها، والأربعة الباقية 4 كيلومترات ستشهد تنافسا من نوع آخر. المركز الثالث بلشة، تحتل بلشة المركز الثالث لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، بينما الفلوجة تحتل المركز الرابع أيضا لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. العملاق هناك مع ثنتين في المركز الأول والثاني، والذهبي مع ثنتين في المركز الثالث والرابع وفي المركز الخامس. هنا تأتي ليالي مع مضمر القرن ومع شعار أيضا نحترمه جميعا لما قدم من عطاءات في عالم سباقات الهجن، وهو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وهي ليالي، اسمها ليالي، ويضمرها مضمر كبير فيصل بن طالب بن شفيع المري. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. ومرة أخرى أعود عودا حميدا إلى منصورة. منصورة تحتل المركز الأول واسمها منصورة، وإن شاء الله إنها منصورة هي والهجنة التي تقل هذا الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. منصورة إذا هنا تبحث عن النصر والانتصار في المركز الأول. هنا منصورة والفيكتوري اللي معها ويرافقها دائما شعار هجن الشحانية، والمضمر هو سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني كتارة، هذه نراها الآن على الكادر الأعلى تلاحق منصورة وتتواجد في مركز الوصافة. في المركز الثاني كتارة لهجن الشحانية تعود ملكيتها، بينما يضمرها أيضا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الفلوجة بدأت تقلص وبدأت تتحرك، ويتحرك معها أيضا إحساس كل العشاق وإحساس كل المتابعين وإحساس المتيمين في الفلوجة وفي الهجن التي تمتلكها هجن الشحانية. الفلوجة في المركز الثالث لهجن الشحانية، بينما المضمر هو سالم بن فاران المري. المركز الرابع بلشة لهجن الشحانية أيضا ويضمرها سالم بن فاران المري. وتتدخل في هذه اللحظة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بيضة لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا في ندائنا هذا مع تدخل اسم جديد اللي هي بيضة اللي تتواجد في المركز الخامس. الله يا منصورة، منصورة مثل ما ذكرت لكم بأنها متمسكة بالمركز الأول وتبحث عن النصر وعن الانتصار
اليسار باقية القوية والبقاء للأقوياء يا منصورة. أشوف كتارة بدأت تتحرك، كتارة بدأت تنطلق في المركز الثاني، ولكن منصورة مثل ما عودتنا جميعا بأنها تصر الإصرار الكبير بأنها تنطلق بالعزيمة التي لا تلين. هناك منصورة وكيل وين متر تفصلنا عن ختام هذا التحدي، عن ختام الشوط الأول. الشوط الرئيسي إذن يسير من مصلحة منصورة التي تحتل المركز الأول، كتارة في المركز الثاني، الفلوجة في المركز الثالث. ومشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرى بأن الشوط بدأت تزداد سخونته وبدأت ترتفع درجة حرارته لتكون درجة تصل إلى حد الانصهار. هناك منصورة، تحركت منصورة أعتقد بأنها بدون أي تعليمات، ولكنها حست بخطورة كتارة فزادت من سرعتها وزادت من وهجها وانطلاقها. كيلو ونصف الكيلو ومنصورة على المركز الأول، كتارة على المركز الثاني وبدأت تشن الهجوم. كتارة أعلنت عن هجومها الكاسع وبدأت أيضا في الاقتراب، تقترب شيئا فشيئا من موقع منصورة. الفلوجة أيضا بدأت تتحرك وبدأت أيضا تقلص الفارق. الفلوجة نشوفها في المركز الثالث لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. يا سلام، شوفوا هذه الأسماء، ومن من هذه الأسماء؟ ذلك الاسم الذي سيحضر في شوط سيف أميرنا الغالي، سيف أميرنا المفدى. الآن نعلن عن افتتاحنا للكيلومتر الأخير، بل تعلن عن افتتاحنا افتتاحه منصورة. منصورة هي من افتتحت بوابة الكيلومتر الأخير. المركز الثاني هنا، كتارة يا كتارة، الله، تحركت كتارة ولكن منصورة عنيدة، منصورة خطيرة جدا. منصورة إذن في المركز الأول، كتارة على المركز الثاني، الفلوجة في المركز الثالث، وانحسمت المنافسة وانحسرت ما بين هذه الأسماء الثلاثة. الله يا منصورة، 10 على 10، أداء ولا أروع، حضور ولا أجمل، لوحة فنية رائعة يرسمها لنا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بريشته المميزة، بريشة إبداعية. هنا منصورة على المركز الأول، كتارة على المركز الثاني، العصي في البطن ولا قالها شيء أبدا، ما تكلم عنها عليها سلطان الوهيبي. يا سلطان حركة بس بسيطة، نبغي نمتع الجماهير، حركة بسيطة مع كتارة ولا مع منصورة. الله، كتارة الآن، أشكرك العملاق، بيض الله وجهك يا سلطان. شوفوا كتارة تسللت الآن إلى المركز الأول. سلام هجن الشحانية وسلام عليك يا كتارة. المركز الثاني جاءت في منصورة لهجن الشحانية، المركز الثالث في الفلوجة لهجن الشحانية، والمركز الرابع كان من نصيب شرف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والمركز الخامس حضرت فيه بلشة لهجن الشحانية، والمضمر هو سالم بن فاران. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أينما كنتم هكذا تابعنا منافسة دارت في الكيلومتر الأخير بين 3 أسماء فقط، انحصرت بينها المنافسة، ولكن في الأمتار الأخيرة جاءت كتارة وحضرت أيضا منصورة، ولكن كتارة هي من حققت المركز الأول. ونشكر العملاق على هذا التضمير وعلى استجابته لندائنا بإمتاعه للجماهير الغفيرة. إذن كتارة هي من حققت المركز الأول، وهي من توجت بناموس هذا الشوط الرئيسي في هذا المساء المميز، مساء استمتعنا فيه برؤية الأسماء الكبيرة تأتي على رأس القائمة، المعجزة النادرة ودوما وخود وكتارة وأيضا منصورة والغارية ومريفة، وعد من الأسماء ما بغيت. هذه كتارة إذن تقطع مسافة 8 كيلومترات في 12 دقيقة 41 ثانية، 19 جزءا
من الثانية تهانينا لهجن الشحانية ولسلطان بن محمد الوهيبي، أيضا نهنئهم على فوز منصورة بالمركز الثاني قاطعة المسافة في 12 دقيقة 41 ثانية 92 جزء من الثانية، بينما الفلوجة هي من فازت وحازت على المركز الثالث قاطعة المسافة، مسافة السباق 8 كيلومترات في زمن مقداره 12 دقيقة 48 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز الفلوجة بالمركز الثالث، والتهنئة نزفها إلى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري.